هي النهارده كان في موقف غريب كده حصل، محدش فهم له سبب او تفسير او قدرنا حتى ان احنا نفهم ايه سببه او تفسيره. تم دعوه قطر وتركيا، يعني اكتر دولتين في شكل من اشكال المشاكل مع الكثير من دول المنطقه او على خلاف سياسي مع الكثير من دول المنطقه، لجنه الاتصال الليبي، اللجنه المعنيه بمتابعه الموقف والازمه في ليبيا. اللي حصل ان مصر اعترضت، انسحبت واعتذرت، ليبيا نفسها دولة الازمة انسحبت، الامارات والمملكة العربية السعودية ايضا انسحبوا. صحيح تم تدارك هذا الموضوع طبقا لما قالوا لينا سعادة سفير بدر عبد العاطي، لكن في النهاية ايه هو السبب ومن المتسبب في الموضوع ده؟ طبعا اللي بيدعو الى هذا الاجتماع المفوضية الاتحاد الافريقي. بناء على ايه؟ لان اللجنة دي تبع الاتحاد الافريقي. ايوه، بيدعو دول بناء على ايه؟ بيدعو الدول المعنية بالازمة اللي هي دول الجوار. وهي تركيا وقطر معنيين بالازمة؟ طبعا. ما هو ده الخطأ اللي وقعت فيه المفوضية، انها دعت قطر وتركيا بصفتهم بيتمتعوا بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي دون ان تتشاور مع أعضاء اللجنة المعنيين بما إذا كان عندهم الاستعداد بقبول دعوة هاتين الدولتين لحضور هذا الاجتماع من عدمه. فده الخطأ اللي وقعت فيه المفوضية، وتداركت هذا بعد الموقف. في دول تانية ليها صفة مراقب سعادة سفير؟ في السعودية، الإمارات، هي دول مراقبة. إنما واضح ان كان هناك تنسيق فيما يتعلق بهذا، وبالتالي ما كانش فيه اي ما يمنع. بالصدفة ولا سقطت منهم سهوا، هناك تنسيق وتعمد من جانب المفوضية. ممكن انا لا استبعد هذا، نتيجة ضغط قطري تركي على مفوضية الاتحاد الافريقي لدعوتهم لحضور هذا الاجتماع لافشال هذا الاجتماع. أنا لا أتصور أن قطر وتركيا ليهم دور في المسألة الليبية بشكلها الحالي، وخاصة أن الآلية اللي احنا بنتكلم عليها دي آلية أولا تابعة للاتحاد الأفريقي، وبتتناول الموضوع في إطاره الأفريقي، رغم أنه هو ليه شق طبعا عربي، إلا أن هذا الاجتماع بيتناوله في إطار أفريقي بحت.